إنك تكون شخص بيحب الحيوانات دي حاجة بتدل إنك إنسان عنده رحمة، بس إنك تغير حياة شخص للأسوأ عشان حبك دي حاجة بتخليك إنسان عديم الرحمة. جاهزين للفيلم؟ يلا بينا. فيلم تاسك من إخراج كيفين سميث. بنشوف مدير في الشغل بيدور على فيديوهات ظريفة يبعتها لصاحبه عشان عندهم برنامج إذاعي وبين عليهم مشهورين جدا، وهنا بنشوف إن في حد من المشاهدين بعت لهم فيديو اللي محتواه مراهق بيظهر مهاراته بسيف، ومرة واحدة بيجي السيف على رجله وبيقطعها بس، ومن وقتها بقى الفيديو ده مشهور جدا، وهنا تيدي كان باين عليه إنه متأثر من حالة الشاب واللي حصل له، وده عكس ولاس تماما لأنه كان باين عليه مش حاسس بأي حاجة تجاه الفيديو ده، وكل اللي كان همه ان المراهق ده بقى مشهور، وده بعد ما وصلت قناته لملايين من المتابعين وما كانش باين عليه اي تأثر، واعلن البرنامج ان والاس هيسافر عشان يعمل مقابلة مع الشاب ده. بس هنا والاس كان وقح وهو بيقول انه يتمنى ما يكونش مراهق متأثر وانه يبكي ويخلي اللقاء ده كئيب، وبيسافر والاس لبيت الشاب، واول ما بيوصل بيلاقي وردة على العتبة، وبعدها بيسمع بكاء قوي، بيروح يشوف في ايه فبيتصدم انهم لابسين اسود وبيعيطوا على صورة الشاب لانه مات منتحر، وكل ده حصل بسبب والاس والكلام اللي قاله عليه وانهى حياته بالسيف اللي كان بيشوفه والاس سبب شهرته. وهنا عرف المذيع ان كل العالم بتهاجمه بس هو ما عملش اي رد فعل، وراح كازينو واتصل بصاحبه تيدي وكان باين عليه انه متضايق. المشكله انه بس متضايق عشان الشاب ما صبرش يومين عشان يعمل معاه اللقاء وبعدين ينتحر، ده مش بس ما عندوش قلب ده كمان بجح، وكان بيقول لصاحبه انه مش لازم يرجع كده وايده فاضيه، لا لازم يرجع وهو عامل مقابله مع حد تاني عشان يعرضها في البرنامج. ولما دخل الحمام لفت انتباهه ان في اعلان عن شخص بيطلب من اي حد يجي يقيم معاه وبيكون العرض مجاني بس بشرط انه يساعده في شغل البيت، والشخص ده اسمه هاورد، وده شد والاس جدا، مش لان هاورد عايز مساعده، لا ده يقدر ياخد منه حكاياته وقصص حقيقيه ليه، ومن غير ما يفكر راح على العنوان. بيوصل لهناك وبيقابل هاورد، شربوا الشاي مع بعض وتعرفوا، بس اول حاجه سالها انت ليه هنا مع انك مش عاوز تبقى معايا؟ والاس قال له الحقيقه وقال له انه موجود عشان البرنامج وجاي يسمع قصص منه يعرضها في الاذاعه، وهنا بدأ هاورد يحكي له زمان كان ليه صديق اسمه إرنس في وقت الحرب، وكان إرنس متضايق عشان اتمنع من الانضمام لقوات الغزو، وده اللي خلاه يفضل على المركب بتاعه عشان مش قادر يعمل اللي نفسه فيه وهو انه يحارب. وهنا في حاجة شدت انتباه والاس وهي شبه عصاية، لكن هاورد قال له ان دي عظمة من جسم اسد البحر، وكان باين عليه انه بيحبه قوي عشان بيعتبرهم اكتر الحيوانات النبيلة. فسأل والاس هو ازاي حصل عليها، رد عليه وقال له ان العظمة دي كانت ذكرى بعد ما اتحطمت بيهم سفينة لما كانوا رايحين يستكشفوا قرش عملاق، والرحلة دي ما كملتش للأسف لما اتصابت السفينة بجبل تلجي وده أدى انها تتحطم، وده اللي خلاها تغرق وكانوا بالليل، واضطر هاورد انه يعوم عشان يوصل لليابس لكنه فقد الوعي، ولما فاق لقى نفسه على اليابس واللي ساعده كان أسد بحر، وقال انه على الرغم من انه عنده انياب ضخمة وشكله ممكن يكون مخيف الا انه حيوان طيب، وده اللي خلاه يطلق عليه اسم تاسك، وكمان عمل معاه صداقة قوية على الرغم انه عمره ما عمل اي تواصل طبيعي مع الناس. وهو بيحكي بيحس والاس انه مش مركز وفجأة بدأ يقع على الارض وبيغيب عن الوعي، وهنا بنسمع هاورد بيطمنه وبيقول له كل حاجة هتبقى كويسة يا تاسك. والاس بيكون في عالم تاني بيحلم قبل سفريته لكندا ولقائه بحبيبته اللي حاولت تمنعه من سفره للشاب عشان ما يسخرش منه، وانها حبته عشان كانت شايفة حد كويس، بس قال لها انه بس هيعمل كده بعد ما الشاب طلب منه ومنعها تروح معاه مع انها كانت عايزة. وهنا بيفوق والاس وبيشوف هاورد بيلمع انياب اسد البحر، وقال له انه خاف لما فقد الوعي وده حصل له بعد ما عنكبوت قرصه، بس هنا والاس كان لسه دايخ، اول حاجه طلبها موبايله فقال له اصل الدكتور اللي عالجك كسر الموبايل بالغلط، بس والاس ما كانش حاسس برجله فقال له هاورد ده بسبب مخدر موضعي نتيجه قرصه العنكبوت واللي كانت نتيجتها انهم قطعوا رجله بعد ما ورمت، ولما شال الغطا وشاف رجله مش موجوده فقد اعصابه وساله ليه ما نقلتنيش للمستشفى، فرد هاورد بكل برود ان الدكتور شاف ان ده الحل الانسب لان المستشفى فيها امراض كتيره، ولما حاول يقوم لانه مربوط في كرسي متحرك. ضحك هاورد وقال له انه بيشفق على حالته ورجع يحكي قصصه، بس والاس ما كانش مستمتع خالص المره دي، وبالليل بيعمل هاورد عشاء عشان يقعدوا مع بعض، بس والاس ما كانش قادر ياكل لانه مش قادر يحرك ايده، وهنا بيبدا يشك
لأن العنكبوت ما بيعملش كل اللي حصل له ده. وهنا بدأ هوارد يغني للعنكبوت، طلب منه والاس يسكت عشان بدأ يتعصب. فجأة قام هوارد من كرسي بعد ما كان مفهمه انه قاعد وضربه على وشه، وفضل يستغيث عشان يسيبه يمشي بس ما كانش بيرد عليه، ورجع لمكانه وبيقول له انه بيصنع بدلة لأسد البحر عشان يلبسها له، وهيشوف اذا كان قلب الانسان زي قلب اسد البحر طيب ولا لأ. وكل ده والاس في صدمة مش مصدق هو ازاي وصل لهنا. بيسمع صوت موبايله فبيروح له عشان يمكن ينجده، بيشوف حبيبته بتتصل، وقبل ما بيرد بتقفل. بيرجع يتصل بيها لكن ما بتردش عليه، بس هنا بعت لها رسالة صوتية بيطلب مساعدتها، وبيشرح لها انه محجوز مع انسان مجنون عاوز يحول له الحيوان ويلبسه جلده، واعتذر لها عشان كلمها بطريقة وحشة اخر مرة، بس هي ما سمعتش كل ده لانها كانت بتخونه، والاسوأ انها كانت بتعمل كده مع صديقه تيدي اللي والاس كمان بعت له رسالة عشان يجيب النجدة ويساعده، بس هنا هوارد خبطه على راسه فاغمى عليه وقال له ان دي اخر مره هيكون فيها انسان، لانه بعد كده هيعيش كاسد بحر. وتاني يوم بتكتشف حبيبته وتدي ان اتبعت لهم رساله، وعرفوا ان صاحبهم في ورطه كبيره، ولما حاولوا يتصلوا ما كانش بيرد لان كان هوارد المجنون بيعمل له عمليه، وهو بيحكي له عن طفولته الماساويه وانه مر بوقت صعب جدا في ميتم كان بيتضرب، وهناك خلوا ناس يفتكروهم مجانين عشان ياخدوا تأمين عليهم، لكنه قدر يهرب لما بقى عنده 15 سنة. ولما خلص أول مرحلة من العملية بنشوف إن دراع والاس متخيط جنب صدره ورجله التانية مقطوعة. بنرجع لإلي حبيبته وتدي راكبين العربية بيتصلوا بالبوليس عشان يبلغوا عن اللي حصل لوالاس، وهنا بيكون هوارد المجنون خلص العملية وخلاه يبقى زي أسد البحر بس بجلد ملتصق ومتخيط مع بعض، وبتكون زي بدلة متخيطة عليه، وهم في غرفة تحت الأرض وبيتعامل معاه هوارد كأنه مستر تاسك اللي كان صديقه زمان، وفضل يتكلم معاه عن ذكرياته القديمة مع صديقه أسد البحر. تيدي وصاحبته راحوا لشركة السفر عشان يعرفوا وجهة والاس، لحد ما وصلوا لضابط شرطة وحكوا له. في الأول ما صدقهمش بعد ما خلوه يسمع التسجيلات لأنه افتكرهم بيعملوا مقلب، لكن لما حس بجدية الموضوع ادالهم رقم شرطي تاني كان بيحقق في الجرايم ما بينهم شيء مشترك، إن دايما الجثة رجليها مقطوعة، والمحقق ده اسمه جاي من كندا. ولما بنرجع لهوارد بنلاقيه بيلعب مع والاس أسوأ الألعاب اللي بتخطر على بالكم، زي إنه يسحبه في المية عشان يتعلم السباحة زي أسد البحر، وطبعا كان الموضوع صعب جدا على والاس ومؤلم، لكنه قدر يعمل كده لوقت قصير. ولما نزل للقاع شاف أسوأ ما فيه، شاف جثة تانية اتعمل فيها نفس اللي هوارد عمله فيه، وبنشوف المحقق قاعد مع تيدي وإلي وبيحكي لهم إنه قضى 10 سنين بيجري ورا هوارد، إنسان مريض وخطر على المجتمع، اتسبب في قتل 23 شخص، وقابل هوارد لما كان بيحقق في اختفاء لاعب هوكي. هوارد طلب من جي يدخل معاه عشان يقتل عنكبوت، لكن حاجة خلته يرفض، وبسبب رفضه هو عايش دلوقتي، لكنه فقد وظيفته لما لقوا لاعب الهوكي مقتول، وبيبقى والاس بيعيط على حاله، بس هوارد بيسأله هو ليه بيعيط؟ عشان بس فقد إنسانيته، ده الناس دول معظمهم أشرار، ورماله سمكة ووقف يبص عليه، وشاف والاس بياكلها، وساعتها حس بالفخر لأنه قدر يخليه يتأقلم على كونه حيوان. وهنا بنشوف التلاتة في سوبر ماركت اللي كان فيه والاس، وسألوا بنتين وعرفوا عنوان، فراحوا عشان يشوفوا إذا كان هو هناك ولا لأ. في نفس الوقت كان هوارد بيعلمه السباحة، وبيحكي له إن السفينة لما اتحطمت ما كانش فيه أكل، فاضطر إنه ياكل أسد البحر صاحبه، وكان الحل الوحيد عشان ينجو، ولما بص وشاف دمه على إيده حس إنه شرير، لأن المساعدة كانت وصلت وهو قتل صاحبه. وهنا إلي وتيدي والمحقق شافوا عربية والاس اللي كان مستأجرها غرقانة في البحر، وأول حاجة عملها المحقق إنه إداهم أسلحة لأن هوارد ده مجرم خطير ولازم يحموا نفسهم. وهنا سمعوا صراخ والاس بعد ما هوارد لبس هو كمان بدلة أسد البحر وبدأ يهاجم فيه، ووصلوا للبيت بعد ما سمعت إيلي والاس بيصرخ بهستيريا، وهوارد بيمسك عظمة عشان يخلص عليه، لكن في ثانية والاس بيغرز أنيابه فيها وبيوقعه على الأرض وبيقتله. ولما دخلوا شافوه صرخوا اتخضوا لأن صاحبهم بقى أسد بحر، فمسك المحقق البندقية عشان يقتله ويخلصوا من معاناته. وبعد سنة بنشوف تيدي وإيلي داخلين على حديقة حيوانات وبيندهوا الولص، بس ما كانش بيرد عليهم لحد ما بيرموله سمكة فبيخرج عشان ياكلها، بس هنا قالوله إنه مش لازم يستخبى منهم عشان هما بيحبوه زي ما هو.
بيشوف ولس إلي وهي بتعيط ويفتكر ذكرياته معاها لحد ما بتقوله أنا بحبك، فبتنزل دموعه وبيدخل مخبأه. تخيل إن حد أخذ منك جسمك وبدلك بجسم حيوان، تعيش زي ما أنت ولا تختار الموت؟ وبكده يكون الفيديو خلص. ما تنسوش الشير واللايك والسبسكرايب، ولو عجبك الفيديو تقدر تفعل زر الجرس وتشوف باقي الفيديوهات.